السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة حلويات أم أدم. اليوم إن شاء الله جيتكم بالوصفة ديال الكلاص، كلاص بارد ومنعش والمذاقات جد رائعة. عملته أنا بثلاثة النكهات، نكهة الفريز الفاني والشوكولات، كيجي رائع 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 رائع. أتمنى إن شاء الله يعجبكم الفيديو، ودابا خليكم معايا باش تعرفوا على المقادير وطريقة التحضير إن شاء الله. غنستعملو في المقادير، عندي هنايا نصف لتر د الحليب 500 مليلتر، الحليب يكون بارد مزيان. عندي هنايا كاس عنب الا ربع د السكر سنيدة، بحق تقدروا تحكموا في الكميه السكر على حسب الذوق. عندي هنايا ساشي د الحليب نيدو 60 غرام، عندي هنايا ساشي د كريم شونتي غبره، عندي هنايا ياغورت الفريز مع فلان د الفريز، عندي هنايا ياغورت د الشوكولات مع فلان د الشوكولات، وهنايا عندي ياغورت لافاني مع فلان لافاني. ودابا ننتقلوا ان شاء الله باش نحضروه. صافي، هنا عملت الحليب ديالي باش نزيد عليه ديك كريم شونتيه غبره، وغنطرب مزيان. صافي، هيدا ملي كتبدا تطلع معانا ياخد الكريم ديالنا، كنبداو نضيفو السكر شويه شويه. صافي، دابا باش نزيد الحليب نيدو عاود شويه شويه. صافي، حتى كنحصل على واحد الخليط هيدا، يعني عنده القوام ديالو. صافي، دابا انا هذا الخليط باش نقسمه على ثلاثه باش نخلط مع كل كميه، باش نخلط مع هادشي هذا. ها هي هنا كما كتشوفوا، انا فرقت الخليط ديالي على ثلاثه الاقسام. هنايا هذا القسم هذا باش نعمل معاه دانون د فريز مع فلان د الفريز، وهنا نسيت ما ذكرت لكم شي، انا باش نزيد نكهه وملون في نفس الوقت د الفريز. وهنايا ها هو القسم الثاني باش نعمل معاه دانون د لافاني مع فلان د الفاني، وهنايا باش نزيد اي شويه د القطرات ميخر فانيلا سائله. هنايا عندي القسم الثالث باش نعمل معاه دانون شوكولات، انا هذا ما عنديهوش بزاف حيت كبير، باش نعمل عليه شويه منه، باش نعمل نخلط معاه فلان د الشوكولات. وهنايا عندي نفس الشيء، عندي مذاق وملون د الشوكولات. صافي، هنا باش نعمل دانون ياغورت. باش نزيد منكه وفي نفس الوقت كولور فريز. وهنا باش نزيد فلان ديالي باش نغربلو، حيت شفتو غير بحال اللي عمل كوايرات، افضل نغربلو. صافي، باش نخلط كلشي في مره، حتى يندمج الخليط ديالي
تقدروا تستعملوا الباتو كاين حتى مشهور. صافي ها هو تخلط معنا كما كتشوفوا، صافي مش نخليه جانبا وغنمشي دابا لهنا باش نزيد الياغورت ديالنا د فانيلا. يعني النكهات اللي بغيتو نتوما، انا اخترت هاد النكهات هادو حق ماشي شرط يعني تعملو نفس النكهات اللي عندكم موجود في الدار. باش نزيدو شويه د لافاني باش تعطيني ديك طعم لافاني قوي. وغنعمل الفلان ديالنا صافي، ونخلط عاود كلشي مزيان. صافي ها هو تخلط معنا مزيان، عاود كيف كيجي. صافي باش نخليه جانبا ونجي نخلط هذا الشوكولاط باش نعمل هذا. كما قلت لكم انا هذا ما نعملوش بزاف حيت كامل، باش نعمل غير شويه ديالو. هذا نكتفي بهذا القدر باش نزيد فلان د الشوكولاط. صافي هايدا صافي، ونزيد له النكهه وملون في نفس الوقت د الشوكولاط. صافي نخلط عاود كلشي حتى يندمج كلشي مزيان. صافي وها هو من بعد ما كملت التخلاط ديالو، ها هما الاجزاء ديالي ثلاثه. هنا انا عندي هذا المول غلفته ببابيل فيلم، اذا عندكم المول السيليكون يعني ما يحتاج تغلفوه عملوه فيه، واي مول تختاروا ولا في الكويسات مهم اللي متوفر عندكم في الدار تقدروا تعمروا فيه. صافي دابا جنخرج انا. هنايا عندي واحد الاضافه بغيتو تستغناو عليها ماشي مشكل، عندي شويه ديال القريعه هنايا باش نخلطو مع الخليط د الفريز والشوكولات، باش نخلطو مع الخليط د الشوكولات بحال تقدروا تستغناو عليهم ولا تعملوا اي مكسرات ولا حبيبات شوكولات اذا عندكم، مهم اللي عندكم متوفر في الدار تقدروا تخلطو معاهم ماشي مشكل. صافي دابا انا باش نعمل الطبقه ديالي الاولى هي د الفريز. اذا كان عندكم اللوز كيجي معها اللوز عاود، ما عندكمش تقدروا تستغنوا على هذه المرحله هذه ماشي مهمه. صافي نمشي نحاول نغطسوا شويه ندخلوا في الخليط. هيدا وغندخل دابا هاد الطبقه المجمد تبرد معايا يعني تشد راسها شويه، وغنزيدو عليها الطبقه الثانيه. صافي دابا ملي بردات لي الطبقه الاولى ها هي، يعني كتخليوها تقبض في راسها شويه. صافي كتزيدو عليها الطبقه الثانيه باش نزيد عليها الطبقه د الفاني. صافي دابا كنسرحها هكذا مزيان. صافي عاود باش ندخلها المجمد نشوفها قبضت راسها، عاود باش نزيد عليها الطبقه
هذا الشوكولاط. صافي دابا ما يبدا ما يبرد لنا الطبقه الثانيه، باش نزيدوا عليها الطبقه الشوكولاط الطبقه الثالثه. صافي غنسرحوها مزيان. نزيد هاد الشوكولاته ايضا فرتت، هذا كيبقى اختياري يعني الا ما عندكمش ماشي مشكل. صافي دابا نمش نحاول نغطسو شويه داعي باش ما يندمج مع ديك الكريمه وصافي. صافي دابا نمشي نغطي هكا وندخلو نرجعو المجمد باش يبات ليله كامله حتى لغدا الصباح ان شاء الله. عندي مولده نزولو المولدي ديالو، اذا عملتوه مثلا في الصباح يعني في العشيه زولوه، انا حيت عملو تحت العشيه باش نخليه يبات ليله كامله. صافي على هذا الشكل هذا ونطلقوا ان شاء الله الشكل النهائي ديالو. وهذا هو الشكل النهائي ديال الكلاص ديالنا. انا زوقته من الفوق بشويه ديال اللوز معسل ومهرمج ومع الجوانب كريم شانتيه مطلعه. هنا بالنسبه للنكهات يعني تقدروا تعملوا النكهه اللي كتعجبكم، كما انكم تقدروا تكتفيوا بنكهه واحده فقط. وهذا الشكل ديالو كيف كيجي من داخل، كيجي على هذا الشكل هذا. اذا اول مره كتشوفوا الفيديو مرحبا بكم، اشتركوا في القناه وضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد ديالي ان شاء الله بحول الله. وما تنساوش اذا عجبكم الفيديو تبارطاجيوه مع الاصحاب والاصدقاء ديالكم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر مع وصفه اخرى. ومع السلامه.